رحب بحضراتكم مرة أخرى في الزراعية مباشر. بنتكلم دايما عن الخدمات المقدمة للفلاح. من أهم المسائل المهمة بالنسبة للفلاح المصري تسويق محصوله، وده شيء طبيعي وده يهمنا إحنا كدولة، لأن لو حصل تسويق عادل بطرق سليمة هنحافظ على كل الكميات المنتجة من المحاصيل المختلفة، هيتم الاستفادة منها وتوجيهها في خدمة الاقتصاد المصري. نقدر نقلل الفاقد، نقدر ان احنا نتيح للفلاح هامش ربح اكتر ونحميه من الاستغلال. ده ممكن يتم عن طريق التعاونيات. انا معايا على الهاتف المهندس محمد عبد الله رئيس الاداره المركزيه للتعاون الزراعي. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب يا استاذ سامي، اخبارك؟ الحمد لله طيبين. وحضرتك بالصحه والسلامه. دور التعاونيات في التسويق مهم جدا في هذه الفتره. القانون ابتدى او في فعلا بعض القوانين صدرت تساهم في عملية التسويق أو تتيح للتعاونيات فعلا أن هي تسوق للفلاح. ده هيحصل؟ هيتحقق؟ هو حصل بالفعل. أيوه. يعني هو حصل بالفعل بأنه تم فعلا التعاقد ما بين الجمعية العامة لمنتجي القطن مع الشركة القابضة لتسويق أقطان المزارعين في الموسم السابق. أيوه. اللي هو عدى موسم التسويق. تمام. 2015. تمام. والا ان في بعض المزارعين اللي تم تسويق اقطانهم بمعرفه القطاع الخاص او التجار لم يحصلوا على الاسعار اللي حصل عليها المزارع. اذا المزارع اللي تم تسويقه اقطانه عن طريق جمعيته في مراكز التجميع اخذ السعر الرسمي، تمام، طبقا لدرجات الايه الرتب. تمام. أي. اما المزارع اللي تسرع وسلم اقطانه للتجار او للقطاع الخاص لم يحصل على السعر الرسمي اللي حصل عليه. اذا هنا في دور قوي للتعاونيات في تسويق منتج اعضاء. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه مع تسويق الاقماح، تم فعلا تسويق الاقماح عن طريق الجمعيات التعاونيه الزراعيه. النهارده المزارع راح سلم اقماحه في الجمعيه، اولا الجمعيه اخذت منه الارداب على 150 كيلو، تمام، اما راحت سلمت في الشونه جابت له الاسعار على السعر الرسمي اللي اعلنته الدوله، اما 420 للدرجه 23.5 او 415 للارداب للدرجه 23 او 410 للدرجه 22.5. اذا هنا المزارع استفاد ان هو سعر الدوله اعلنته اخده اللي هو اعلى من الاسعار العالميه، في نفس الوقت ان هو اخذ درجة النظافة، في نفس الوقت ان هو سلم القمح الوزن الارداب ب 150 كان بيسلمه للتجار او القطاع الخاص 155 او اكتر او اقل. اذا فعلا هنا في دور قوي للتعاونيات في تسويق منتجات اعضاء. لكن في بعض السلبيات لازم احنا نظهرها. انا كراجل جاي ادارية على مستوى التعاونيات، في برضو تنقص التعاونيات البنية الاساسية للعمليات التسويقية. لابد ان الجمعيات تزيد من الشقق والصوامع والثلاجات والمخازن اللي تحافظ على منتج اعضائها في سبيل انها تطلعه في الوقت المناسب. زي مشكله عندنا مثلا مشكله تسويق الرز. لو الجمعيات كان عندها الامكانيات اللي تقدر تجمع محصول اعضائها كان هيطلع الرز ده في هذه الاوقات، منها هتجيب السعر العادل للمزارع وفي نفس الوقت هتوصل السعر للمستهلك العادل برضه. اذا هي بتعتبر الحلقه لمصلحه المزارع والمستهلك، لان الجمعيه ما هيش تاجر، الجمعيه بتسوق محصول اعضاء نيابه عنه، اذا بتجيب له الاسعار المعتدله لانتاجه وفي نفس الوقت بتوصل المنتج للمستهلك بالسعر العادل. تمام. طيب انا دلوقتي عندي يعني حصر للجمعيات اللي موجوده على مستوى الجمهوريه، ما اقدرش اصنفهم جمعيات تم تطويرها، خصوصا ان احنا صورنا في جمعيات ليها مباني جديده، ليها مخازن كبيره، اقدر اصنفها واستهدف الشغل عليها ويبقى عندي خطه اخرى لتطوير الجمعيات القديمه؟ ده فعلا تم بالفعل. وفي جمعيات، ما هي برضه احنا عندنا بعض الجمعيات امكانياتها الماديه ضعيفه، لكن احنا بنساعدها برضه عن طريق صندوق الجمعيات الضعيفه من الاتحاد. لكن في جمعيات لها شغل، ده في جمعيات عندها معاصر زيت، صح، في جمعيات عندها مضارب رز، لا في جمعيات عندها وحدات انتاج تقاول، لا موجود هذا الوضع. انا بتكلم لو انا اتكلمت على التوتال على 7000 جمعيه على مستوى الجمهوريه ائتمان او اصلاح او استصلاح، طبعا عندنا برضو لازم نخطو خطوة في إكمال
او تاسيس البنيه الاساسيه زي موضوع الصوامع اللي بيتم حاليا. عندنا صومعه موجوده في محافظه البحيره في دمنهور بيتم استغلالها في تخزين الاقماح حاليا. تمام. كل الحاجات دي موجوده، لكن عايزين دفع اكتر، لان احنا طبعا النهارده عدد السكان وصلنا لحوالي 90 مليون. تمام. فعايزين قدره اكتر، عايزين نشاط اكتر، عايزين جمعيات تشتغل 24 ساعه. لكن الجمعيات اللي تشتغل الست ساعات والثمان ساعات لا، خلاص في هذا الزمن لازم نشتغل اليوم بيومين. ايوه. طيب انا كل الاسئله دي عاوز اوصل مع حضرتك لسؤال مهم جدا. انا داخل على تحدي كبير قوي كدوله وكصناعه، صناعه الاعلاف. احنا عندنا موسم الذره الصفراء انطلق، وعندنا الحمله القوميه للنهوض بهذا المحصول، وفي توفير للخدمات زي الفراطات والمجففات، وفي متابعه جديده جدا في هذا الموسم عشان نوصل لمليون فدان مستهدف. عاوز ابتدي دلوقتي اجهز الجمعيات الزراعيه ان هي تستلم من الفلاحين، ان هي تاخد بالسعر المعلن وتوفر مكان للتخزين، لان انا هينتج عندي كميات كبيره هيتم استخدامها على مدار العام. وفي بعض المقترحات ان احنا هندي للجمعيه رسوم تخزين زيها زي اي جهة اخرى. انا بنقل لحضرتك الصورة وبنقل لحضرتك الاراء كرئيس الادارة المركزية للتعاون الزراعي، ممكن لا. ازاي نساهم؟ لا. ايوه احنا بدأنا في الفعل. تم فعلا توزيع 455 فرات الذرة على الجمعيات. تمام. طبقا لمساحات الذرة المستهدفة. تمام. ده تم فعلا. تمام. اتوزعت عن طريق اللي هو برنامج او التعاون ما بين جامعه الدول العربيه المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه. أيوة. وفي حاليا كمان تجهيز 180 فراطه سيتم توزيعها. وده تشجيعا للمزارعين في كمان حاجه ان الدوله اعلنت او وزاره الزراعه اعلنت عن سعر طن الذره. تمام. وده برضو سعر مجزي بالنسبه للمزارعين. تمام. تمام. النقطه الثانيه ان اللي بيتم التنسيق حاليا لعملية اجتماع مع اتحاد منتجي الدواجن للتعاقد على تسويق الذرة الصفراء من الجمعيات التعاونية لاتحاد منتجي الدواجن. هي النقطة الثالثة دي اللي مهمة قوي، يعني دي اللي عايزين نركز فيها، ان انا اوفر تعاقدات مع الجمعيات، اوفر للفلاح يعني اديله ثقة ان فعلا انت هتسوق، لان انا لو نجحت في هذا الموسم هنطلق للامام، يعني السنة الجاية ان شاء الله عندي مستهدف اكتر من مليون فدان، السنة الثالثة لازم ازود في المساحات لان انا عندي استنزاف للاقتصاد المصري بسبب استيراد الاعلاف من الخارج. فيعني التسويق مهم جدا عشان نثبت للفلاح ان الدولة عازمة على الوصول للمستهدف 3 مليون فدان. والنقطة الثانية برضو لمصلحة المزارع والجمعيات وخصوصا في الوجه البحري بالذات، واحنا عارفين نسبه الرطوبه هي بتبقى السبب الرئيسي في فساد الذره وبتاع، احنا النهارده برضو مع منظمه العربيه على اساس انها توفر مجففات وخصوصا في منطقه الوجه البحري. احنا عارفين الوجه القبلي الشمس ما شاء الله، لكن احنا ان شاء الله هنوفر برضو مجففات للجمعيات في الوجه البحري برضه للقضاء على او لتقليل نسبه الرطوبه بحيث انها تقل عن 14%. السؤال الاخير، احنا تابعنا مع حضرتك من الموسم الماضي البدء في تنفيذ الحيازات المميكنه، قربنا ننتهي منه؟ ان شاء الله. هو الباشمهندس مجدي عبد الله رئيس الاداره المركزيه لشؤون المديريات هو اللي متابع هذا الملف، وهو اللي عنده موضوع التفاصيل الدقيقه فيه، لكن خلاص يعني على وشك هو بالاجتماع مع وزاره التخطيط والماليه ان خلاص يعني، لكن ان انا ان شاء الله بالاستفسار معاه ممكن اديك اخر حاجه ما وصلت فيها. واحنا هنتواصل معاه وزي ما بنكلم حضرتك، وانا بشكرك على هذا المجهود، اتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف الجمعيات التعاونيه في شكل اخر في صوره مشرفه.